مرحبا، يعطيكم العافية والسلام للجميع. اليوم بدنا نحكي لكم عن شغلة كثير بتصير وناس بحبوا يجوها، المولات. كثير منكم راح يسألني ايش يعني، شو يعني هي بس اوتو وفيها مولات؟ لا، الموضوع مش هيك. الموضوع انه المولات في اوتو تعتبر مكان استجمام للعوائل، خاصة في فصل الشتاء. تعرفوا فصل الشتاء بيكون في برد برا، فكتير ناس بيحبوا يجيبوا أولادهم ييجوا على المولات يشوفوا. فهذا الوقت يعني شوف الناس حوالي، طبعا هلا احنا قريبين من الكريسماس والناس يعني كتير كتير عم بتحاول انها تشتري هدايا وتروح وتيجوا. فهاي الشغلات يعني بتعمل حركة وضجة. يعني المولات عادة بالصيف بتكون أقل ضجيجا بالناس او اقل عاده من عدد الناس، بالشتاء تلاقيهم اكثر لانه مكان يجوا يقعدوا خاصه مع اولادهم. هلا بتشوفوا مثلا مكان هون وراي، هون ناس قاعدين هيك كبار بالسن، هون عائله معهم اطفالهم بيجوا بوكلوا شغله مثلا حلويات اشي، بتبضعوا بيشتروا هدايا. المكان كثير يعني ما بعرف، في كثير شغلات حلوه ومغرية طبعا، فخلوا الكريدت كارد والمصاري في البيت لأن الموضوع مغري كتير خاصة لما تيجي. بدي أورجيكم حركة موجودة. هذا الشخص اللي وراي هذا بيعمل بيجمع تبرعات لشغلة اسمها Salvation Army، موجودة في أمريكا وكندا. هدول بيساعدوا الناس الفقراء واللي ما عندهم منازل، خاصة في أوقات الكريسماس بيساعدوهم كل السنة هم، بس في هذا الوقت طبعا في وقت الكريسماس بصير عندنا تنزيلات جنونية. طلعوا هون مثلا تنزيلات من 50% لـ 80%. هاي التنزيلات عادة بتكون حقيقية. في شغلات كتير ممكن تسووها زي ما هون شايفين، من 50% لـ 80% في هذا الستور. يعني زي ما قلت لكم هون بيعملوا لكم تغليف للهدايا، اذا في هدايا بدكم تغلفوها بحط لكم عناوين المولات اللي موجوده في اوتوا عشان اذا بدكم تروحوا تزوروها. مش عامل على كل مول زي ما بيحكوا شو اسمه فيديو او فلوج، لانه كل المولات تقريبا تتشابه، في مولات اكبر وفي مولات اصغر، لكن بشكل عام هاي المولات خاصة فصل الشتاء مكان ممتاز جدا. ونراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. هيا آدم عم بتلعب. طبعا هاي الانيشيتيف رائعه جدا، هيلب ميك كريسماس سبيشال فور كيدز ان نيد، اسمهم توي ماونتن. تقدر تجيب اي لعبه هون، نيو انراب تويز اونلي انراب، مفتوحه عشان هم بسكروها، وبتعمل لها دونيشن عن طريق هذا المكان. فكره جدا رائعه، طبعا دائما بيساعدوا الاطفال. وهون احنا عندنا في نص المول اكيد بده يكون سانتا. سانتا اليوم موجود بتصور مع الأولاد زي ما انتم شايفين. Hey Santa, how are you? Good to see you. How's your health? You see he's eating a lot of biscuits, yeah?
How was your trip from the North Pole? Very cold. Very cold. Welcome to Ottawa. Oh, thank you. هذا المكان بتصوروا فيه الأطفال يعني شغلة رائعة. Hi guys. You are very beautiful. Thank you. You're welcome. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل جديد.